قلبي. ابلع. ايزي. السلام عليكم شباب، شنوكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بكم قناة العاب خنفشارية وراكي كيمار. اهلا بكم بالحلقة رقم 26 من لعبة الخنفشارة سيكيرو شادو داي توايس. ان شاء الله بحلقة اليوم راح نكمل بالجلد. اوكي، اوه نايس نايس، زيني جت منا كسرة سيراميك هاي اخرتها. ان شاء الله. اوبلع، شنو المجموعة؟ يا من يا عمام، ها العفو. اوبلع. لا 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 لا، دول دولي ما يشغل. لا يا قلبي. ياهو، طينا فرصة خلينا نعالج اول شيء. نبغى نستخدم، لا لا لا، هاي المهارة. لا لا، ما جاي يسوي شيء المهارة. What the hell؟ شنهم جاي يجلدون بي وانا ما ادري؟ ها؟ اوكي، ياب. غير هذه القدرة. لا! جاي يخربط. واحا. What the hell جاي يصير؟ ابلع، الأمة العربية كلها قامت. لا 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 لا. جاي يدمج من السم. رحت للصنم. اوكي، خلنا نشرب هذا. ياب، راح لا ما راح يشيل، لا ما راح يشيل. رحت للصنم وتعبت نفسي. شيش، شيشني فايت تلعب. واح، ما صارت الحركة. كسر ظهري يا رجل. احسن شي تجيب لهم يا هوا اللي يكسر ظهرهم. خلي هذا، خلي هذا، خلي مفرقعات وهاي. شوف شلون راح يكسر ظهرهم. ولا واه، ابلع. ابلع. شوف شلون اجلد بيهم باستخدام الطبر. بس جلادين، والله جلادين. ياها، والله مزعجين، مزعجين الى اقصى. اوكي، ابلع 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 ابلع. جلد هنا ما عندي، بس ما اريد اطوله ياهم، ضيع وقت احس. فخ. اوكي، مزعجين كلش. اوكي، لا تعطي مجال. والله تسممني مرة ثانية الواسخ. بس انطلنا فرصة نشرب ترياق، نشرب بطيخ. ترياق ترياق. وات، بداية الحلقة انجلد. معقولة حسن؟ ايش عادي يعني عندك؟ وات ذا هيل. شرب شرب ترياق، راح مال والديك. شرب. ياب، ما خلاني تو اشرب ترياق. اوف ياب، وقف وقف السم. ياها، لما يدورون عليك مجموعة غير. ياها. هذولي بسرعة ينجلدون، يعني هذولي حتى لو ما منتبه عليهم ينجلدون عادي. ولك دمروني اليوم، شو السالفة؟ انا يعني موهبتي طاحت لو شلون. ولك والله جلدوني جلد. تعال 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 تعال. اوكي، لا ايزي ايزي، ناخذهم واحد واحد. اوكي، ناخذهم واحد واحد. واه يا اخي، ما تقدر
تنتبه. اوه استخدم هذا الاحمر هذا. ابلع. ياهو ازعج اهلي، هذا ازعج اهلي بحركته. وخر وخر يا ابي، افتهمنا افتهمنا افتهمنا. ياهو والله عجيب. تعال تعال انت تعال. ابلع. ياهو كسر ظهري. مليت والله، ضجت من عندهم حيل، ضجت من عندهم حيل، ضجت من عندهم. ابلع. وخر وخر. ابلع تبلع. وخر نوبو. لا اب لا لا. ياها والله جلدوني جلد بتشوني. لا هذا ابلع. ايزي. لا مو ايزي بس. تعال 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 تعال. لا والله جلده. مشكلة ذولي. انا شوف هاي الحركة اخطر من من بوس واحد قوي، لان ما تقدر تنتبه، يعني ما تقدر تركز على عدو واحد. الكل يجلد الكل. ابلع. هذا كان يتحرك من قبل مو. القشعريرة اللي جابها. اوكي شكله 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 شباب شكله. اوخ اوكي شمع الشحوم. وخر. انا عندي مشكلة ويا هذا الحريش، اسمه الحريش بس نسميه ام 44 بس. مو يخوفني بس يعني صار عندي موقف ويا هذا. انا بيوم كنت نايم واتابع الحصن، برنامج الحصن الياباني اذا تعرفونه، كان برنامج جميل يعني. كنت نايم ومطفي البنكة، نسيت طفيت البنكة. طبعا انا اتحمل الحر بشكل مو طبيعي، يعني الناس ميتة من الحر وانا عندي مطفي البنكة بنص الصيف وعادي عندي. اوكي المهم مطفي البنكة ونايم، ها شوي ظهري مكشف، كان يجي الحريش ونام على ظهري. اللهك احس فرشي ناعم على ظهري، ها ومطفي الضوء احلى شيء، فما ادري شنو اللي دار ما داري. المهم اثار الحريش هذا او ام 44 طلع من جحره واجى علي. انا مديت يدي على ظهري، قضيت فرشي ناعم ناعم، يعني شلون قطن بوزن القطن وملمسه. اوكي ابلع. المهم اخر شيء لازم نجلد اول شيء حتى نكمل السالفه. يب لازم نجلد اول شيء. عندك بارود اسود؟ اي دونت كير صراحه بالبارود الاسود. نجلد دولي. اوكي نايس. ابلع. وات ذا هيل، يحتاج هواي حجي هذا، يحتاج هواي. انا جاي اشوف، جاي اشوف بوس. ياب جاي اشوف بوس. وانا الهيلث مالي نازل كلش. ف شنو تقولون يعني، ايش رايكم اجلد ذول الصغار ولا شيء؟ ياب ياب راح اجلد الصغار. اجلد الصغار؟ لا لا ما اجلد الصغار، اجلد هذا. اوكي ابلع. سن اون مثل الحريش البطيخي. ابلع. خل نتفادى المعركة. اطفر يا بطفر. اتذكرك حب اتذكرك. ايزي ايزي ايزي. بارود اصفر. براير بيد ممتاز، بقت لي براير بيد وحدة حتى طول الهيلث. دام شفتوا الجلد يعني، شفتوا الجلد يا اخي. احس البوس بوحده ايزي، بس مجموعه من الاعداء لا يجلدوني جلد، حتى لو اعداء ضعاف. وذول الاعداء الصغار هم اكثر اعداء ما تريد تواجههم كمجموعه، لان مزعجين يحتاجون طبر.
اوه سالفتهم سالفه سالفتهم سالفه يا واه واه وين وات اجلد يا ها واجل بس اطفر فوق اقدر اسوي له فينش. المهم ما جاي احصل على الاداء اللي ينطوني ما ادري ايش اسمه هذا. المهم نكمل سالفتي انه انا ونايم احس فرشي على ظهري ناعم كلش كضيت وذبيت. انا شنو قلت هاي وزقه يعني الوزقات يعني متعودين عليهن يعني ها واح واح منها شوف يا اخي والله مزعجين انتم لا وزق واتا العشيرة جت لي. تعال طيني اريد ان ما عندي عندي يب عندي اريد ان استخدم اللي هو هذا وينه اوه يا اخي كمية جيش جالي استخدم هاي. لا 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 مو مفروض هذا. اوه شو شلون تلسم لا قتلت انا بس مو يوم جلد الجلد يوم جلد الجلد مو طبيعي. اي ما تحدد علي ما تحدد علي ما احب اتعامل وياهم صراحه. تعال ابلع. المهم كضيته هذا الشيء الناعم اللي كان على ظهري الغريب ذبيته على جهه. قلت يمكن يعني وزقه شيء طبيعي يعني تعودنا عليهم. بالعاده الوزق اول ما ينولد يكون مزعج كلش. اوكي لا اريد اسوي بي حركه يا اخي. المهم شغلت الضوء ولا ما اشوف لك فردوده صغيره ها ولا دوده كبيره يعني وتتلوى على القاع. صارت لي خوفة بعد من هذا الحريش اللي هو الام 44. نوه يا رجل كل ما اتذكر تجيني هيك رعشة. شغلة يعني كريبي الى اقصى درجة. ولهذا اليوم هاي طبعا حكي قبل سنة او هيك شيء. لهذا اليوم انا ما اشتهي اشوفني الحريش. اوكي الحريش احلى شيء اسمه يعني حارش بين قوسين على متى يسموه الحريش. اوكي ماكو احلى من التفلسف. اوبلا شنو هذا كيف تجرؤ جابك انت هنا. اوه لا تشوفنا. اوكي اهو على ما يدق له مشي مالته نايس. اقدر اجي منه هذا نقدر نجلده هيك هلاكو اعداء ورا لا هلاكو اعداء قدام لا ما المفروض تدورون هيك شباب. ابلع يا اخي لما نطيرا ما محدد عليه. يلا يصدون بيديتهم هالنوبة. شمع الشحوم شيش. شنو هاي لوت حفن من التراب. تخيل يعني خالينها بمنطقة اسطورية بس حفلة من التراب مدري من ال مدري ايش. اوكي الكولوت هنا يبانا شدت هنا موجود شيش. خلينا نشوف اذا كفريد مكان من هناك. دايم المنطقة ويا بكو اعداء هناك اقدر اجي منه انا. اوكي شنو العدو. اوكي هل اريد اروح من هناك؟ نجرب ليش لا. شيش اكو اعداء هنا ياب خل نغدر بهم اوكي يب هذا ابو الدرع هو اكثر. لا اقدر اواجهه ايزي يعني ابو الدرع هذا العزيز ما اقدر اواجهه بسهوله. اوكي هذا العزيز لازم اجي له من الجهه الثانيه. لا شو راح اواجه العد. اوه لا تشوفني حبوبي لا تشوفني مزعج كل هذا بالدرع خاصه مزعج كلش.
لا ذاك مزعج اكثر ازعاج. لا 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 شوفني شوفني حبوبي. ياها ذاك ابو توثيه مزعج اكثر. لا تشوفني يب ما شافني هذا ابو توثيه. لا يا اخي يا ابو توثيه شلون شغله هاي. ياها من وين جالي ما ادري. نتراجع نتراجع اوكي. يب هاي المنطقه متصله ما اقدر اطفر منها. يب ما اقدر اطفر منها. ازعاج والله العظيم ازعاج. ياب ذاك لا ذاك ابو الدرع اقدر اتعامله وياه بالطبر بس هذا ابو توثيه صعب صراحه يعني. اريدك اتلف بسرعه حتى لا ينتبهون. نايس لا ينتبهون لا ينتبهون. نايس نايس ناخذ اللوتهم. نايس اطفر بسرعه وبكل حنيه. اريد اجلد هذا بس كون هذا ينجلد البقيه ايزي يعني. طبر واحد على ابو الدرع وينتهي. خل اراويكم يمكن ما مراويكم هاي الحركه. اوكي اللي هو ابو الدرع طبعا حركته صعبه كلش. خل اجلد هذا اللي قدامه اول شيء. هذا جلده. طبعا قوي كلش ابو الدرع. عنده حركه صعبه كلش اللي هي هاي. اذا طقيت طقه واحده. اوكي شفت الدرع شلون كسر؟ حتى ما كتلنه يعني هو يخاف خلينا نقول. نايس اقدر اقتله. خلي نعوفه المسكين. خلي نعوفه. خلي نعوفه يموت. انا طفل طبعا. خردت مغلتيت. شوفوا على مود هاي انا قتلته ولا ما بقلبي شيء يعني عليه. يا اخي الدمويه بهاللعبه. اكو عدو اكو عدو ما يعني شلون. ما ادري وين هو. اكو عدو في مكان ما. يابا هنا فوق هاي الجهه. يا درت هاي المنطقه فرت ثلاث مرات اربع مرات. ياب شافني ممتاز. شنو الممتاز بالموضوع ما ادري بس فاز شافني. اكسر ظهره. يلا تعال انزل لي. يلا تعال انزل لي. ابلع. ايزي. ما عندي خردة حديد. اريد ان الموارد اللي هي هذا خردة مغناطيس وهذا زئبق متفجر ذن المحتاج حتى اطور. اوكي يا بعد ماكو شيء بهاي المنطقة. نتقدم هواي هواي تأخرت بهاي المنطقة بشكل مزعج يعني. الفريم ريت جاي يطيحهم. شنو فايدتها ما ادري. تلصق معقول ولا باب ينفتح من ذني؟ اوكي. ياها. اوكي هذا شيل حركته. اوكي. ابلع. متتف ابلع يفجر همينه. ابلع. تعال حب تعال. وات جاي يسوي حب جاي يطقني. حتى لو يصد راح يبلع. ايش طبعا اكو لوت. شمع الشحوم طبعا اكو لوت حذر الدرج اللي تو صعدته 100% او مليون بالمية. يا نايس نايس نايس. ياب وصلت للمعبد اللي مبين رهيب من برا. دام واحة تقول ايش جاي يسوي هنا. ابلع ابلع. جلدت والله عندي هواي. شوفون ذا كول شباب. شوفون ذا كول. ذا كول اللي يجننون الواحد يا اخي. واثنين من عندهم. انا اللي ما يضوجني غير انه يكون اثنين من الاعداء المزعجين. يا بنستخدم هاي. اثنين من ذولي ابو ال مزعجين كلش ذولي. ياب اثنين متاكد. ياب اثنين ذولي.
هل اقدر اطيح باحدهم يعني؟ ابلع. نايس، هذا الاحمر اللي طلع. اوه، خدت مغناطيس، ممتاز. هذا الاحمر اللي طلعته اقدر يعني من خلاله ابلعك واحد هناك. ابلع، اقدر من خلاله انه يعني شلون، يعني شلون ما يشوفون الاعداء. اخ، صار شلون ما راح يشوف، شلون ما راح يشوفني هذا؟ لا شوفني حبوبي، لا شوفني، لا شوف. ابلع، شافك، شلون ما يشوفك؟ لا، مو هاليوم راح تجديد. علمت حركاتك حب، علمت حركاتك. اه، لا يا اخي، اريد اسوي حركته. وهاي ما تنصد، لا تنسى حسن. لا، مو هاي، مو هاي، مو هاي. يا قلبي، شو تريد؟ هاي الهيلث حظ. بالغلط، والله بالغلط. هسه انت ليش ضيج ضايج؟ ويا حركات بهلواني، لا اقصد بهلواني انت تشتغل ها؟ ابلع. يريد يطفر فوق هاي اخوي. بدي اجرب الحركة يا اخي، اسوي له فينش هو طاير. واه، اريد اسوي الفينش. لا، خلي يولي، خلي يولي. اجي ابلع. اقدر اسوي له فينش هو طاير او هيك شيء، ما ادري والله، بس ما اريد اخ. اوه، منتفخ ها ابو منتفخ. اوه، خردة مغناطيس، ذول ينطوني خردة مغناطيس. عندك هنا منطقة لازم استكشفها، وعندك هنا منطقة. بس اتذكر شفت باب ينفتح. دايم والله تطورنا، تطورنا بهالكم حلقة. شيش، يا بهذا الباب. نايس، جاي شفت مثال، ممتاز. يا رجل. ايش. يب يب يب، بسرعة 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 بسرعة. ما عندي ولا قرع. اوكي، استراحة. عندي 3 براير بيد، احتاج بعد واحدة حتى نطور الهيلث. طبعا هذا راح تطلع من عند دودة اللي هاي تخوفني. يب، هاي اللي تخوفني. اوخ اوخ، شكلها يا اخي، شكلها شكلها. اوه، شوف شوف الرجلين اللي عندها. اوخ، هاي هاي ترعبني اكثر من الحية نفسها. اوه، المهم طبعا هنا انا همي اكل نفس الشيء. من دول شيء وات، جاي اسمع اصوات. عندك باب هنا؟ لا، افتح افتح افتح. لا، افتح من هذه الجهه. نايس، مو ابلع. يا اخي، مو مرعبه، بس ما ادري، كريبي لاقصى درجه. اكثر شغله كريبي بالدنيا بالنسبه لي. اوكي، شوف شكو منا، ماكو شيء. شنو هذا؟ هذا بوذي طبعا، او التمثال ماله. شنو عندك هنا؟ قطر الدم. شنو اللي جوا اللي جاي يسوي هذا الصوت؟ ما ادري. هل عندك شي هنا؟ يب، عندك شي هنا. لو تمثال جيزو ما ادري ايش. اوكي، اوه يا اخي، قلت له من الشمع شحو. اوكي، اقدر جلده ترى عادي، مو سالفة انه ما اقدر جلده. واه، شفتوا شلون جذبني؟ اوخ، خلينا نجلد واحد. واه، اكثر شغلة مزعجة. لا لا لا، تهيل قدامي حسن، لا تستفز اكثر بعد. واه، موت موت. لا، موت يا عبد، يا عبد موت موت. شلون شغلة هاي؟ ابلع. اوكي، هذا خالد يا ها، شوف شكلها. ما مو خالد هذا،
اذا قتلته يعني يموت يموت من صدق يموت. لا ما يموت هذا. شو شلون رجعت ديكه؟ شو شلون رجعت ديكه؟ هذول يعني كهنه استولت عليهم الدوده او استولت عليهم رغباتهم او هيك شيء يعني. هذا التفلسف. اوكي هسه نشوف شنو هذا مبين هو الهدف الرئيسي هذا. بس خلنا نستكشف اكثر. اوكي شنو عندك انت؟ شوش هواي حب اشكالات مخيفة هنا. يب اتذكر اكو واحد. يب ذولي ذولي. لا لا تشوفني ما المفروض تشوفني يا قلبي. اوه شلون جرى هاي؟ يا اخي مزعجين. جاي يطلع دود من حلقه. يعني اكثر بوس اكثر عدو مزعج بالحياه. اوكي هل اقدر؟ لا 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 شوفني لا شوفني لا شوفني. الله اربعه راح يقطعوني. تقطع دوري راح يمزقون اهلي. نام 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 شيلي نام ما ادري بس نام. اوه يا ابو الهدوء الهدوء الهدوء. كل ما رجع لمكانه ذولي ما بيهم ماكو فايده ذولي. اعتقد نخلي الباقي للحلقه الجايه. يب يب يب. فاوكي شباب اللي هنا وصلنا لنهايه حلقتنا. اذا عجبتكم الحلقه لا تنسونا باللايك والاشتراك. واذا عندكم شيء تقولونه او لعبه تريدون نلعبها اكتبوا لي بالتعليقات. نشوفكم باكر الساعه 7 بالليل ويا لعبه سيكيرو شادو دايت وايس. اوكي يلا باي.